هذا وقد انطلقت في مصر القمة 21 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا كوميسا، وتعقد القمة تحت شعار تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي، وذلك بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا. وتهدف هذه الدورة لتعزيز قدرة الدول الأعضاء في التجمع على مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا. يأتي هذا بينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تجمع كوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي متكامل يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء وتحقيق التكامل لمواجهة التحديات. وفي ظل الدور المهم الذي تطلع به الكوميسا كتجمع اقتصادي إقليمي يهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، فقد قامت مصر بوضع رؤيتها بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، حيث ترى مصر أن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي. من جانبه قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده قدمت ترشحها لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، وأضاف سعيد خلال مشاركته في قمة كوميسا بأن تونس قدمت ترشحها إيمانا منها بدور السلم والأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة ورغبة في توظيف خبراتها لفائدة إفريقيا. أحمد مهران معنا من القاهرة، وأيضا ينضم إلينا سيف الدين العامري في تونس. أبدأ معك أحمد مهران والمزيد عن قمة كوميسا. القمة انطلقت اليوم وهي القمة 21 فضيلة التي تترأسها مصر بعد 20 عاما من ترأس مصر للقمة التي عقدت في القاهرة في 2001. هناك بالطبع تطلعات وأمال كبيرة بأن تسهم الرئاسة المصرية في تعزيز التكامل والخطى الإفريقية وخطى دول شرق وجنوب إفريقيا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها والانطلاق إلى مرحلة أكثر رحابة من تعزيز هذه الروابط الاقتصادية والسياسية أيضا في هذه القمة وفي المرحلة المقبلة بالطبع. وفي ظل التحديات التي تواجه دول شرق وجنوب إفريقيا وعلى رأسها بالطبع قضايا التغير المناخي وكذلك تداعيات وباء كورونا الذي يعني ما زالت تعاني منه بعض هذه الدول أو كل هذه الدول بالطبع تعاني من تداعيات وتبعات هذا الوباء الذي أثر بشكل كبير على القطاع الطبي والصحي في هذه الدول، من هنا ترفع هذه القمة شعار تعزيز التكامل الاقتصادي والتكامل الاقتصادي الرقمي بالأحرى من أجل التصدي لهذه التحديات، وكما ذكرنا التحدي الأبرز الذي تواجهه هو وباء كورونا، بالإضافة أيضا إلى أن هذه القمة اليوم شهدت مشاركة مهمة لوفد ليبي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي أشار في كلمته إلى رؤية ليبيا للتحديات، التحدي الأبرز وهو قضية الهجرة غير الشرعية التي يعني تمثل صداعا في رأس الدولة الليبية، ودعا في كلمته الاتحاد الأوروبي إلى أن يعني يقوم بدور فاعل مع تجمع الكوميسا لتعزيز التنمية الاقتصادية لهذه الدول من أجل تلبية طموحات وتطلعات الشباب الإفريقي للحد من الهجرة غير الشرعية. ننتقل إلى سيف الدين والمزيد عن تقديم تونس لترشحها لعضوية كوميسا، أين سينقل أو تنقل هذه العضوية تونس إقليميا وأمنيا؟ نعم فضيلة، هناك نوع من استواء الأجنحة في رأس رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى يوازن بين غرب إفريقيا وشرقها. نحن نعلم جيدا أن الاهتمام الاستراتيجي التونسي بالنسبة للقارة الأفريقية طبعا ضعيف مقارنة بالاهتمامات بأوروبا، ولكن هناك دائما نوع من الانزياح نحو الساحل الغربي، السنغال، البنين، تشاد، النيجر، ربما مستويات إقليمية وأمنية واستراتيجية يعني
تهتم بها تونس بالنسبة لوضعها الاقتصادي والأمني. الآن الكوميسا، وطبعا نتحدث عن شرق وجنوب أفريقيا، تكشف يعني مداخلة الرئيس اليوم أن هناك اهتماما واضحا بهذه المنطقة المهمة أفريقيا خاصة، وكما تفضل الزميل من القاهرة الدور الليبي والتدخل الليبي طبعا والظهور الليبي أو عودة ليبيا إلى هذه المنطقة الجيوسياسية الحساسة والمهمة. هناك تطلع تونسي إلى أن تكون تونس حاضرة في هذه القمة وفي هذه المنطقة الجيوسياسية طبعا لتكامل رؤيتها الاقتصادية سواء في التصنيع، وهناك حديث عن تكامل تونسي ليبي في مجريات تصنيع عديد من المنتجات، أيضا بالنسبة لقوة تونس الجغرافية فيما يتعلق بأفكار لموانئ مالية وطبعا مساحات تجارية كبيرة تخدم القارة الأفريقية مع الجانب الأوروبي أو مع الشرق الأوسط وحتى أقصى الغرب، يعني خروجا من منطقة البحر الأبيض المتوسط والذهاب نحو أمريكا الشمالية. طبعا بالنسبة للرئيس قيس سعيد يعود مرة أخرى إلى المسألة الأفريقية بعد أن تم تناسيها لمدة أكثر من 10 سنوات فضيلة. شكرا سيف الدين العامري في تونس، وأشكر أيضا أحمد مهران في القاهرة.